جامعة نالوت يكون لها يعني ترابط في هذا المجال ويتطور حتى بريتش كانسل يعني. We look forward with the presence of the chairman of the faculty here in Nalut that we could develop our relations and maybe the British Council could play a role in this too. ليبيا تمر الآن بظروف صعبة كما تعلم سعادة السفير. As you know, we are going through difficult circumstances currently in Libya. والعالم أيضا كله يمر بظروف صعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. And we recognize this internationally also a difficult circumstances because of the war in Ukraine. ولكن نحن نعول على الدور في المملكة المتحدة أن هي تساعد ليبيا وتقف معها في هذه المحنة. Hopefully we'll be returning to this area with their partner ENI. طبعا زي ما مش عارف سمعت او لا اذا كان بخصوص شركه بي بي البريطانيه انتهى اللي هو الظروف القاهره الوضع الظروف القاهره انتهى وهي راجعه مع شركه تاني الاصل انه بعض المشاريع مش موجوده. And that could be in any field, be it health, education, security, migration, any of those issues on which we have shared challenges and shared interests. هذا ممكن يكون في اي مجال الصحه التعليم for taking this trip and daughter. طبعا لسان لوت المده الجايه ان شاء الله يعني مقبلين على انتخابات مجلس البلدي. All of that is underpinned by our belief that Libya can be most stable when But the other half of this, I think, that's very important is also helping the Amazigh and other minorities. أن في مستشفى في بلدية نالوت، مستشفى نالوت المركزي يضم المنطقة الغربية كلها من غريان لعند غدابس. مستشفى ما شاء الله وإمكانيات ما شاء الله والمبنى ما شاء الله بتشوفوه بالعين. لكن الكادر الصحي والكادر الطبي I think we'll get the opportunity to see the hospital. It's dedicated to the whole Nakusa region. Quite big one. لها إقامة طيبة ونقول لها هذه أهلا وتأسيسا نتمنى زيارة موفقة وإقامة طيبة. How are you? Good. I'm good. How are you? What is your name? We miss it now. Yes, exactly. As I told you, this is the old generation. Yes, yeah. Soften it and make yes. it. Yes. Okay. But then, you have to clean it first. Yes. And you choose the sheep very, يعني. It has to be. Then they clean it. After that, it comes in this. تجمد كل الأرضية نتيجة تجمد فصار في الانقراض أول الكائنات اللي هي اضطرت نتيجة تغيير المناخ اللي هي الديناصورات هذا منظر داخلي So I'm really delighted to be here in Nalut today. أنا سعيدة حقا بأن أكون هنا في نالوت اليوم. إنه جزء من جهودي وجهود السفارة البريطانية للتعرف على ليبيا بشكل كامل. والتعرف على مختلف المجتمعات في جميع أنحاء البلاد وفهم كيفية بناء علاقات أقوى بين المملكة المتحدة وليبيا من خلال الشركاء المحليين
ندعم بالفعل التعاون مع بلدية نالوت بين المجتمع المدني والمجلس البلدي والمؤسسات الأخرى. المملكة المتحدة من خلال المجلس الثقافي البريطاني قد دعمت صناديق حماية الثقافة للحفاظ على الثقافة الرائعة، وبالطبع نعمل أيضاً عن كثب مع جميع الفاعلين السياسيين المختلفين من أجل المساهمة في دفع عملية الاستقرار السياسي في ليبيا بشكل موسع. عادت سفيرة المملكة المتحدة بزيارة بلدية نالوت، وتأتي هذه الزيارة تعتبر زيارة سياحية بالدرجة الأولى للاطلاع على المعالم الأثرية في البلدية، وخاصة المدينة القديمة ومتحف الديناصورات بالبلدية، وكذلك للاجتماع بالمثقفين والأكاديميين ومجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وسماع وجهة نظرهم حول المأزق السياسي أو المشكلة السياسية التي تمر بها ليبيا اليوم. أن العلاقات الليبية البريطانية علاقات قديمة جدا بين الدولة الليبية والدولة البريطانية، ونحن نتمنى أن يتم تعميق هذه العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات، وخاصة في مجال الحكم المحلي والإدارة المحلية.